بحث وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح مع وزير الداخلية في جمهورية باكستان الإسلامية الشيخ رشيد أحمد عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وآلية التنسيق والتعاون في جميع المجالات التي تتعلق بالشأن الأمني. وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والأعلام الأمني في الداخلية في بيان أن المباحثات تعلقت بمجال تبادل المعلومات والخبرات بين وزارتي داخلية البلدين، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأشاد الشيخ ثامر العلي خلال اللقاء بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات في تبادل وجهات النظر في الكثير من القضايا الأمنية التي تخص البلدين، وثمن الدور البارز للكوادر الطبية من الجالية الباكستانية في البلاد خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد-19. ومن جانبه أعرب الوزير الباكستاني عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على كرم الضيافة وما تلقاه الجالية الباكستانية من رعاية واهتمام في بلدها الثاني الكويت، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين.